قالت له: ما تعرفش ان انا برسم كمان، وان عيني عليك من زمن يا ابن الجيران. ما تعرفش ان انا برسم كمان، وان عيني عليك من زمن يا ابن الجيران. لو مش مصدقني تعال نروح اوريك لوح اللي فوق السطوح. وادينا عرفنا رفطها على الحاجات دي كلها، طلعت خايبة وطلعت دايبة وفتحة الباب. وبعد ما عرف ربطها على الحاجات دي كلها، امتى يجي يخطب ويكتب الكتاب؟